بسم الله. فضيلة الشيخ، عند توزيع الزكاة يكون مع الرجل مثلا 100,000 يريد أن يوزعها، ويكون أمامه محتاجين، منهم من يكون عليه دين نصف مليون أو 100,000 أو 200، ومنهم من يكون دخله بسيط وعوائل كبيرة، فماذا يبدأ به؟ البداءة بمن يحتاج، من يحتاج لأكله وشربه وكسائه وفراشه أشد إلحاحا ممن يقضي دينه، لأن الذي يقضي الدين ربما يتيسر له في المستقبل، لكن الإنسان المحتاج إلى الطعام والشراب والكسوة والفراش أهم وأحوج، فيقدم هذا. عفى الله عنك. سمعنا ما يقول، ولذلك تجد في الآية الكريمة أنه صدقات للفقراء والمساكين، ويبدأ بالأهم فالأهم. نعم.